الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. احتل العراق المرتبة 38 عالميا والمرتبة 5 في مخزون الذهب بقائمة الدول العربية لعام 2021، في وقت تراجع احتياطي الذهب العالمي بواقع 12 طنا بسبب تداعيات الحرب على أوكرانيا. وبحسب بيانات مجلس الذهب العالمي، احتلت السعودية المركز الأول في احتياطيات الذهب ب 323 طن، تليها لبنان بمقدار 286 طن، ثم الجزائر باحتياطات بلغت 173 طن، ثم ليبيا رابعا ب 116 طنا، ثم العراق ب 96 طن. كشف الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية في ديالى عن صدور قرار بتسديد مستحقات الفلاحين عن تسويق الحنطة خلال 10 أيام. وقال رئيس الاتحاد رعد التميمي إن وزارة التجارة أصدرت قرارا عاجلا بتسديد مستحقات فلاحي ديالى عن تسويق الحنطة للموسم الماضي بعد تأخر دام أشهر طويلة. وأضاف التميمي إن قرار تسديد مستحقات فلاحي ديالى سيبدأ خلال 10 أيام من الآن، لافتا إلى أن 70% من فلاحي المحافظة لم يستلموا مستحقاتهم، ما أثر بشكل مباشر على وضعهم المعيشي مع حرمانهم من الخطط الزراعية بسبب أزمة المياه المتفاقمة. لوحت نقابة مالكية ومستثمري معامل تعبئة الغاز في لبنان بالإضراب وإقفال المعامل في حال عدم الاستجابة لمطالبهم، والتي على رأسها حصة محطات توزيع الوقود من البيع. وعلى صعيد المحروقات، فقد سجلت ارتفاعا جديدا في الأسعار محليا، ليلامس سعر صفيحة البنزين عتبة 500 ألف ليرة لبنانية في مسار تصاعدي ينظر إليه المواطنون اللبنانيون بقلق وخشية في ظل عدم قدرتهم على تحمل المزيد من ارتفاع الأسعار، خصوصا على صعيد المحروقات لما لها من انعكاسات على مختلف الخدمات والسلع والقطاعات. قال المتحدث باسم الجمعية الفيدرالية الألمانية للنقل البري واللوجستيات ديرك إنجلهارت إن الوضع في ألمانيا يهدد وجود صناعة النقل والخدمات اللوجستية. وأضاف إنجلهارت أن الزيادات الشديدة في أسعار وقود الديزل جاءت بسرعة كبيرة، لدرجة أن بعض أعضاء الرابطة لم يتمكنوا من تحمل هذه التكاليف، ما يعرضهم لخطر الإفلاس. وهذا وأثارت الحرب في أوكرانيا مخاوف من تعطل الإمدادات أو حتى فرض حظر على واردات النفط من روسيا، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار. قدمت المفوضية الأوروبية 300 مليون يورو مساعدات طارئة لأوكرانيا بهدف دعم استقرار الاقتصاد الكلي في البلاد وسط التدخل العسكري الروسي. وقالت مفوضية الاتحاد الأوروبي إن هذا المبلغ هو الجزء الأول من الدفعة الأولى البالغة 600 مليون يورو في إطار برنامج المساعدة المالية الطارئة الجديدة لأوكرانيا بقيمة 1,250,000,000 يورو. ومن المتوقع أن يتم دفع مبلغ إضافي قدره 300 مليون يورو الأسبوع المقبل، بينما سيتم صرف الأموال المتبقية في وقت لاحق من العام الجاري بحسب المصدر نفسه. ولا انتقال لمعرفة أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن. ختام الموجز بأمان الله.